حذرت المعارضة الإيرانية في المنفى الدول الغربية من عقد أي اتفاق مع إيران لا يضع حدا لتصنيع القنبلات النووية. وخلال مؤتمر حاشد في باريس، قالت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوة إن المعارضة ستواصل جهودها لتغيير النظام الحاكم في إيران. وأضافت أن النظام الإيراني يدفع حاليا ثمن تورطه في أزمات سوريا والعراق واليمن. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس السيد موسى إفشار، عضو لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. سيد موسى، بعد التحية، يعني ما هي التوصيات التي خرج بها مؤتمر باريس للمعارضة الإيرانية؟ السلام عليكم. أحيي أولا شعب مصري العظيم من خلال قناة النيل. وحقيقة كان حضور الوفد المصري والوفود العربية بارز جدا في هذا التجمع الكبير للإيرانيين يوم أمس. وجملة التوصيات التي خرج بها تجمع الإيراني الكبير يوم أمس بحضور وفود من الدول العالم، من كانت المشاركة من 70 دولة في العالم الذين تجمعوا من أجل إعلان تضامنهم مع الشعب الإيراني ومع المعارضة الإيرانية. فأهم توصية وأهم نقطة هو الصوت لإيران وللشعب الإيراني ليس الصوت الذي يمثله الملال الحاكمين في إيران، بل هناك صورة أخرى ورعي وصوت آخر للشعب الإيراني، وهو ما يسمعه العالم من هذا التجمع الذي يمثل 80 مليون شعب إيراني الذين كلهم يطالبون بتغيير النظام في إيران. الصوت الجديد وحسب توصيات التجمع يوم أمس يطالب بأن يكون إيران غير نووية، يطالب أن يقف تدخلات نظام الإيراني، لأن الشعب الإيراني يريد التعايش السلمي الأخوي مع جواره العرب. فإنهم نظام يعني ويطالبون ايضا ب قطع اذرع النظام الايراني خاصه في سوريا والعراق ولبنان واليمن. نعم. السيد موسى إفشار، عضو لجنه الشؤون الخارجيه لمجلس المقاومه الايرانيه، شكرا جزيلا لك.